بتشكل المادة 534 من قانون العقوبات نقطة خلاف حول تجريم المثليين بين مين بطالب بإلغاء لحماية الحريات ومين بيرفض ذلك لمسة بمعتقدات الطوائف والقيم الأخلاقية. ما دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك؟ إلغاء المادة 534 بيحمل حريات؟ موضوع رح بيتناظر حوله كل من فرام عقيقي وياسمين ريا. شو قولك الجمعة 9:30 المساء ببث مباشر وموحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات.